بسم الله. تمارين حول درس الدالة الخطية والدالة التآلفية لمستوى السنة الثالثة إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 4. المستوى منسوب إلى معلم متعامد أوريجي. نعتبر نقطة A ذات الإحداثيتين ناقص 3 21. حدد الدالة F التي تمثيلها المبياني هو المستقيم OA. يلا أنقل هذه المعلومات في دفترك ثم أنجز التمرين. سنلتقي بعد لحظات لتصحيحه معا. لنبدأ الجواب. لنحدد F، قيل لنا أن تمثيل المبياني لF هو المستقيم OA. إذا المستقيم OA يمر من ماذا؟ نعم، المستقيم OA يمر من أصل المعلم. كما ترى O مذكورة في اسم المستقيم، قيل لنا المستقيم OA بمعنى أن هذا المستقيم يمر من أصل المعلم O. وكل مستقيم يمر من أصل المعلم كما رأينا في الدرس هو التمثيل المبياني لماذا؟ نعم، لدالة خطية. رأينا في الدرس التمثيل المبياني لدالة خطية هو مستقيم مار من أصل المعلم. إذن الدالة التي بين يدينا هي دالة خطية، سنكتب ذلك. المستقيم OA هو التمثيل المبياني لF في المستوى إذا شئت المنسوب إلى المعلم المتعامد OEG. إذن F دالة خطية. وبما أنها دالة خطية فلها كتابة رياضية. ما هي؟ نعم، أي F لX تساوي AX. ننتقل الآن سنحسب القيمة A. قيل لنا أن النقطة A ذات الإحداثيتين ناقص 3 21 تنتمي إلى التمثيل المبياني لF. يلا، ماذا نعني بذلك؟ عندنا A ذات الإحداثيتين ناقص 3 21 نقطة تنتمي إلى التمثيل المبياني لF. طبيعة الحال في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد OEG. إذن هناك علاقة بين الأفصول والأرتوب، ترى ما هي؟ نعم، F أي F لي ناقص 3 يساوي ماذا؟ هو العدد ناقص 3 كيلنا. إذن F لي ناقص 3 يساوي 21 أكذا. كل نقطة تنتمي إلى التمثيل المبياني لدالة يكون صورة أفصولها بهذه الدالة هو أرتوب هذه النقطة. ولدينا حسب الخاصية A يساوي ماذا؟ نعم، يساوي النسبة F لX على X مهما كان X عددا حقيقيا. إذن A يساوي F لناقص 3
على ماذا؟ نعم، على العدد ناقص 3. أي أ يساوي 21 على ناقص 3. طبقين. إذن أ يساوي كم؟ نعم، أ يساوي ناقص 7. إذن الآن حصلنا على المعامل أ الذي يميز كما قلنا كل دالة خطية. استنتاج f x تساوي ناقص 7x. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.